سلام بنات، كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم المشتريات ديالي، اولا في الحقيقه المشتريات ديال الاهل ديالي اللي صيفطوا لي من المغرب، وكذلك بعض من المشتريات اللي شريت انا هكذا باش نستقبلوا شهر رمضان الكريم، لان حنا في المغرب ضروري ضروري يعني المغاربه معروف علينا ملي كيكون شي مناسبه وخصوصا هكذا شهر رمضان ضروري نشريو واخا غير معلقه، مهم ما نخرجوش بلاش. فاذا غادي نوريكم المشتريات، وهذا الفيديو هذا غادي يكون مميز جدا حيت غيكون بالتعاون مع الصديقه ديالي صوفيا من القناه ديال انيابين شانيل. هاد الانسانه الجميله جدا خلقا وخلقا، والقناه ديالها كذلك غنيه جدا، اي فيديو كتنزل كيكون فيه ضروري شي نصيحه، ضروري شي استفاده، ضروري شي معلومه مهم. فيديو اللي غادي تشوفوا ما تخرجوش منه خاليين الويفات كما كنقولوا عندكم، ما تخرجوش شي معلومه او استفاده. فاذا غادي نخلي لكم القناه ديال صوفيا في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش، لان ما شاء الله عليها غنيه عن التعريف، وغادي ننزل لكم كذلك الرابط ديال الفيديو ديالها باش تشوفوا حتى هي التحضيرات ديالها وشنو شرات وشنو جدت من رمضان. وندوزو نشوفوا المشتريات ديالي وشنو صيفطوا لي عائلتي، يلا معايا. فاذا اول حاجه غادي نبدا نوري لكم هو هذا الطويجن هذا اللي كما كتشوفوا، هذا كان سبق لهم صيفطوا لي واحد فحالو تهرس لي، انا ما كنت كنزل حتى شي حاجه تحت بوطه، فضروري هذا تحطوا شي حاجه عاد تحطوا على بوطه باش ما يتهرس لكم شي. ودابا رجعوا صيفطوا لي هذا وصيتهم عليه وصيفطوه لي هو ومعه هاد جوج طبيصلات هادو ها هما، هادو كيجيو مزيونين بزاف الطبله، مهم هكذا ترافق بهم الطاجين. وكذلك هذا الطويجن هذا اللي كيجي هذا مزلج كما كتشوفوا، هذا فقط غير من الغريف، في الزواقه مزيونه وعجبوني هاد جوج اللوينات حسن ملي كيجيو فيهم الوانات بزاف هانتوما كيف ما كتشوفوا. هذا كنظن ما كيصلحش يطيبوا فيه لان 100% غادي يتهرس، هذا كما كتشوفوا من داخل ما مزوق ما والو، هذا ديال الطياب. وهذا حتى هو جا معاه هاد جوج ديال الطبيصلات، هما صراحه كانوا ثلاثه واحد تهرس. وهاد الطويجن هذا صغيوار اللي كانوا جوج ديال الطويجنات واحد عاوتاني تهرس، تهرس له الغطا ديالو فلهذا ما استعملتوشي. فهذا كان فيما يخص الطواجن. حاجه اخرى اللي كنت شفتها بزاف في فيسبوك عجبوني بزاف هما هاد الرديمات هادو، وصيتهم عليهم كيتباعوا في بيم كاندون، غادي نفتح لكم واحده. عجبني الشكل ديالهم هكذا، تعملوا فيهم مكسرات ولا كونفيتور ولا بيسكوي على حسب نتوما شنو بغيتوا تستخدموهم، فها هي كتجي بحال هكذا. وهذا الغطاء ديالها مزيونين بزاف عجبوني وما جبرتش بحالهم هنا، وجابوا لي اولا صيفطوا لي جوج، هذيك وحده وهنا ها هي اخرى. وهاد الصينيه هادي اللي صيفطتها لي حماتي طاو هانتوما كيف ما كتشوفوا، في هاد النقيشات مزيونين بزاف عجبتني، والحجم ديالها كبير يعني كانوا عندك الضيافه ولا شي حاجه كتهز بزاف، المهم عرفتي باش تبان كامله، المهم هي الفكره. عجبتني بزاف هاد الصينيه. وكذلك سردوا لي هاد الكيسان هادو، هادو ذهبيين فيهم هاد النقشه هادي كما كتشوفوا، وسردوا لي حتى نقريين، شني نقريين ديجا استعملتهم وذهبيين هما اللي بقاو لي هنايا جدادين. هنايا ما كنجبرش كيسان بحال هادو، اغلبيه كيكونوا فحال كيسان ديال التواركه، حتى هما مزيونين ولكن كيبقى دائما الصينيه المغربيه والبراد كيجي معاهم هكذا، يكونوا كيسان يكونوا فيهم هاد النقشه ديالنا بلديه. وصافي هادشي اللي كان فيما يخص الحاجات اللي صاردوا لي من المغرب. لا باقي واحد الطبسيل بغيت نوريه لكم، وهذا هو الطبسيل، هو هذا كيجي بحال هكذا، حتى هذا صيفطاتو لي حماتي هو والكيسان. هذا
هادو هما الحاجات اللي استردوهم لي من المغرب، وهادو هما الحاجات اللي احتجت غير هكذا. كاينه هنا حاجات اخرى يعني كاينه هنا غتجبروهم، وكنت كذلك وصيتهم حتى على السوبيرا والزلايف ديالها، ولكن ملي مشات اختي باش تشريو ما جبراتهمش، جبرات باقي ما جابوهم. ودابا غادي نبدا نوري لكم الحاجات اللي شريت انا من هنا. ما شريتش بزاف الحاجات صراحه، لان ما جبرتش شي حاجه تعجبني، ما جبرتش حاجه زعما مزيونه سبيسيال هكذا الواحد يشريها. فمن اكسيون شريت هاد رديمات هادو ديال الزيت. كنت سبق لي شاركت معكم مشتري ديال اكسيون واحد الردايم اخرين كانوا كبار من هادو، هادو كنخليهم في الكوزينه منزلين. هادو بغيتهم هكذا الطابله ديال الفطور نحط فيهم زيت الزيتون. الحجم ديالهم كيجي صغير عليها باش شريتهم. وشريت كذلك هادي صراحه الاثمنه بالحق راه ما عرفاش الاثمنه ديالهم، ما بقيتش عاقله. كنظن هادو ديال الزيت كانوا شي اورو 99. وهادي شريتها من فولفورت كما كتشوفوا، كتحطوا فيها شي غاتو ولا كاب كيك. ها هي كيجي الطبيصل هنايا، وهذا الكا ديالو. وهادي كانت 3 اورو 99 من فولفورت. كذلك شريت هاد الملاسه ولا هادي ديال الحلوى ديال الطرطال لاباط اللي غادي تعملوا بعجينه السكر. فوالا هي هذه ديال الفوندون، كانت الثمن ديالها بأورو. وشريت كذلك هاد الصينيه هذه الصغيره من اكسيون، كان سبق لي شريت وحده واستعملتها هكذا للديكور، كنت كنحط فيها بارفانات شمعات بحال هيدا. وهاد المره زيت وحده اخرى باش نستعملهم هكذا في العيد، نست فيهم صابلي عجبوني، غيجي فيهم صابلي مزيون. وان شاء الله في العيد غادي نشارك معكم شنو عملت فيهم. ومن اكسيون كذلك شريت هاد الغطاء هذا ديال الشبيكه كيف ما كتشوفوا هكذا. الا حضرتوا شي سلطه اولا شي حاجه وبغيتوا تغطيوها كتغطيو بها على بعد ما تجيو تحطوا في الطاوله اولا. المهم هذا كان الثمن ديالو 98 سنت كنظن، اذا ما خانتنيش الذاكره. ومن اكسيون كذلك شريت هاد الاطباق هادو اللي كيجيو هكذا كيتصفوا ثلاثه فوق بعضياتهم كما كتشوفوا. حتى هما بغيتهم هيدا الحليوات في العيد ولا المهم في رمضان، تحطوا مثلا شباكيه بريوات هنايا بليغات على حسب. مهم نتوما استعمال تستعملوا كما بغيتوا، تحطوا الانواع ديال الجبن اولا كما هما حاطين هنايا الانواع ديال السمك على حسب كل واحد واستعمال ديالو. وهذه كانت الثمن ديالها كنظن 3 اورو 99. المهم غادي نوريها لكم مفتوحه، غادي نفتحها ونوريها لكم. كيجيو فيها هاد الحديدات هادو اللي كتركبوا بها، وهذا الطبسيل الاولاني، وهذا اللي كيجي في الوسط كيكون كبار منه طبعا شويه، وهذا اللي تحتاني مره اولا الاولاني ولا الاخراني مهم. وهاد المقيله هذه حتى هي كنت نسيت ما وريتها لكم شي، هذه باش نعمل فيها بغرير ان شاء الله. ما عمرو صدق لي بغرير، ولكن هاد المره مصره انني نجربه ويصدق ان شاء الله. واخر حاجه هو هاد القاعده ديال الكيك ولا هاد الطبق هذا اللي شريته من فولفورت، الثمن ديالو 7 اورو 99. كتحطوا عليه الكيك قبل ما كتذوقوها، اللي عجبني فيه انه كيدور يعني كيساعدكم باش تزينوا الكيك ديالكم. غادي نفتحو حتى هو نوريه لكم. بالنسبه لهاد المشتريات ماشي كلشي شريته في مر في نهار واحد، يعني كنت كل مره كنخرج كنشري هكذا شي حاجه. وهذا هو التفصيل اولا مهم القاعده ديال الكيك ولا ما عرفتش شنو نسميها. المهم ها هو كما كتشوفوا راه كيدور باش كيعاونكم انكم تزينوا الطرطه ديالكم. غادي ننزل عليه شي حاجه باش ها نتوما يعني باش يبان.
وصافي كانوا هادو هما المشتريات اللي شريت انا من هنا والحاجات اللي صيفطوا لي الاهل ديالي من المغرب والاهل ديال الزوجه ديالي اللي كنشكرهم بزاف بزاف لهلاي خرطي علينا الاهل ديالنا اللي دائما كيتفكرونا في المناسبات وفي غير المناسبات كنشكرهم بزاف بزاف كنقول لهم عشر مبروكه وعشركم حتى نتوما مبروكه. اذا نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله وما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم والتعليقات واذا اول مره كتشوفوا القناه تشتركوا. شكرا بزاف على المتابعه ومع السلامه.